السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلين أصدقائي. في هذا الفيديو سوف نتعرف على ارتريج 5، نزلتها من موقع ارتريج أصدقائي. برضو مثل ما أنتم عارفين يعني شرحت ارتريج 4. طبعا كيف ارتريج 5 تنزله؟ تنزله إذا كنت منزل مثلا، إذا كنت محمل ارتريج 4 راح تنزله بنص القيمة أصدقائي، تنزله $39. وإذا أنت منزل مثلا ارتريج 4 تنزلها بـ79 دولار. نفتح البرنامج أصدقائي، نتعرف على الأدوات اللي أضافه. كذا شكل البرنامج أول ما تفتح ارتريج 5 أصدقائي، مثل ما تشوفون الأدوات. الأدوات طبعا غيروا من هنا، يعني تبي ترسب بنفس الوقت ملفات كثيرة يعني ما عندك مشكلة. هذه إضافة وإضافة وإضافة وإضافات يعني كثير أصدقائي، راح نعرف وش إضافه أصدقائي. برضو أضافوا فرش هذه، وغيروا الشكل أصدقائي مثل ما تشوفون، شكل جميل. ممكن نغير الشكل من هنا، نرجعه تشوفون أصدقائي كذا بالشكل هذا، ترسم على شاشة كاملة. وهنا الألوان، وهنا الفرش أصدقائي، شوفوا الشكل. ممكن أصدقائي نرجع للشكل الأول مثلا ارتريج، الشكل الأول هل هو أبيض يجي زي هذا، إذا ما كنا نبي الأسود، بس الأسود جميل جدا. كذا شكله أصدقائي، غيروه بشكل أفضل بكثير. نبي نشوف وش إضافوا أصدقائي. إضافوا الأشياء هذه مثل خطوط، نجيب خط هنا مثلا نبي نرسم هذه الخطوط، هذه زي المسطرة ولكن بشكل يعني أفضل كذا. برضو إضافوا نشوف كذا، برضو أضاف ونضغط على كنترول أصدقائي. مثلا عرفنا هذه أصدقائي، أضغط على كنترول مثل هذه أصدقائي، الطريقة لي خط عدل، تبي تحط خط عدل، ندعس على كنترول نسوي كذا أصدقائي. عرفنا هذه، نروح من هنا نوخره من هنا. شوف الشبكة الثانية هذه أصدقائي، الشبكة اللي هي هذه أصدقائي، اللي ترسم فيها الأبعاد وترسم فيها 3D وكل شيء 2D أصدقائي كذا. هذه بالشكل هذا أصدقائي، ممكن ننقص من هذه، نرفع نعدل فيها أصدقائي كذا. نزيد الخطوط، نسوي كذا أصدقائي، نغير اتجاهها مثلا. فيها كل شيء أصدقائي، هذه ممكن نغير اللون أسود من هنا أسود، نزيد الخطوط مثلا. هذه نرسم بالأشياء البعيدة أصدقائي، مثلا بنرسم على شكل مثل ما تقول أشجار مثلا على الجنب كذا. والخط هذا نسوي كذا أصدقائي، نقصه برضو، نرفعه، ننزل. عرفنا هذه أصدقائي كذا، نوخرها أوكي. برضو أضافوا شغلة يعني، نفتح الليل، نمسح هذا، نرسم رسمة عشان نختبر عليها الأشياء اللي أضافوا أصدقائي، نرسم بيت شعبي كذا.
نلونه. لا نخلي كل بلون أفضل، كل جانب بلون. معليش، شو مثلا اصدقائي كذا البيت هذا الفلتر، وش هو اللي ضافه الفلتر؟ فلتر هذا لير فلتر اصدقائي. انا نشوف نضغط اللي تبي ترسم فيه ظل مثلا، او تبي ترسم ظل للحجر مثلا او شيء. او تغير الشكل اصدقائي مثل ما تلاحظون في ظل وأشياء يعني جديدة ورهيبة. برضو أصدقائي فيه ميزة رهيبة، هذه مثلا نبي نخليه شو اسمه على شكل، نعطيها شكل يعني رهيب مثل ما تشوفون اصدقائي، شكل رهيب فيه. اوكي نروح لهذه ثاني الجوانب، جوانب البيت مثلا ونفس الفلتر. اوكي نختار هذه، برضو نختار هذه. شوف كذا اصدقائي، شوف وش اللي يعجبنا مثلا زي الطابوق مثلا مثل ما تلاحظون اصدقائي، شو شكل جميل رهيب. نغيره، في عندنا اشياء كثيرة يعني، بس انا اعطيكم الشيء اللي اكتشفت يعني فيه. برضو شوي نوقف عشان نتذكر الأشياء. برضو الشغلة الثانية مثل ما شفتوا بالأرتريج 4 شرحتها أنا مرتين، يعني الشرح أول وثاني اللي هو وتش. الحين ضغطنا وتش يتغير اتجاهه. في طريقة أضافوها بالأرتريج 5 رهيبة. أول شي نحطن بلير واحد، الحين خلصنا كذا بلير واحد رهيبة الشكل هذا اصدقائي. مثلا نضغط كذا نغير اتجاهها مرة واحدة، نغير اتجاهها صح، نغير اتجاهها كذا، نغير هنا اصدقائي كذا. اوكي كذا نرسم احنا مرتاحين من غير ما نضغط يعني زر يعني علشان ناخذ راحتنا. اوكي عرفنا برضو اصدقائي مثل ما تشوفون من هنا اضافوا شغلة جميلة جدا اللي ترسم بنفس الوقت على ملفات كثيرة. يعني نفتح ملف نختار مثلا، شو نختار يعني فول اتش دي كذا، هذا ملف ثاني مثل ما تشوفون صار رقم 2، يعني نرسم على ملف ثاني. نشوف الإضافات اللي أضافوها هذه أصدقائي، فرش أضافوها رهيب، أنا الفرش اللي أضافه أصدقائي كذا
برضو أضافوا خامات مائية، هذه كذا جديدة أضافات. هاي الطبيعة، أفضل شيء الطبيعة أصدقائي، فرش الطبيعة. برضو أنا صممت فرش، تقدر تصمم فرش أصدقائي من هنا، فرش خاصة فيك مثلا، تبي فرش مثلا أشجار نخل، تقدر تضيف يعني بنفس شو اسمه القائمة، يعني مثلا ترسم فرش طبيعة تضيفها بنفس قائمة شو اسمه كلمة الطبيعة هذه من هنا. عرفنا هذه أصدقائي. طبعا الفرش كثيرة أصدقائي، الفرش اللي فوق كذا فرش كثيرة، ما يروح الوقت، حنا ما نخلصها لأن راح تكتشفونها، يعني تكتشفونها أنتم إذا نزلتوه. برضو ننزلوا خامات خاصة الألوان المائية أصدقائي. بيبر هنا شو لاحظوا، وتر هنا، هاي استغيف خاصة المية استغاي. برضو كانفس، ضافوا كانفس، لاحظوا الدقة استغاي، دقة صراحة غير طبيعية بالارتريج 5، يعني رهيبة جدا جدا الخامات الكانفس، يعني كأنك ترسم على يعني كانفس. لاحظ الدقة هاي، كأن على كانفس حقيقية يعني. برضو ضافوا فلتر جميل، نروح من هنا فلتر جميل اصدقائي، اوكي كذا اللي هو كذا مثلا بنكبر من هذه كذا نعدلها اصدقائي، كذا نقدر نعدل مثلا، لاحظوا فلتر جديد نقدر نرجع، نضغط صح كذا نرجع نفس اول، كذا يرجع نفس اول، يرجع نفسه هو أصدقائي كذا. إذا نبي نرجع نفسه هو مثلا، رجع نفسه هو كذا، عرفنا هذه. طبعا أصدقائي إذا كان عندك فرش مثلا بالفوتوشوب تقدر تستخدمهن. وكذا وصلنا أصدقائي الشرح، وصلنا لنهاية الفيديو، شرحنا أرتريج 5 يعني الشرح البسيط الأشياء اللي عرفتها أنا، فيه أشياء كثيرة أصدقائي.